ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة كلمة بشأن تقدم الحكومة الحالية بالاستقالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتقدم المستشار الدكتور جبالي بخالص الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة على جهودها. خبر استقالة الحكومة الموقرة الحالية وتكليف سيادة الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء الحكومة على ما بذلوه من جهد مميز في ظل التحديات والصعوبات التي نشهدها جميعاً، مما كان لها بالغ الأثر في إظهار ما لدى هذه الحكومة من قدرات وإمكانات. كما أشكر حضراتهم جميعاً على تعاونهم مع البرلمان المصري، متمنية التوفيق لسيادة الدكتور مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة في اختيار من له القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية التي وردت ببيان رئاسة الجمهورية بشأن استقالة الحكومة.